السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط، بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة عمل سوفت وير للجهاز سامسونج جالاكسي جي 7 برو. مشكلة الجهاز ده قبل عمل السوفت وير ان انت كل ما بتيجي تقيد الجهاز بيجيب لك شعار سامسونج، وبعدها بشوية بيروح مطفي خالص. السوفت وير اللي موجود في الفيديو يقدر يحل كمان مشكلة توقف الهاتف على الشعار. كل اللي احنا محتاجين نعرفه علشان ما يحصلش اي مشكلة في الجهاز، اصدار السوفت وير اللي موجود على الجهاز، واصدار السوفت وير اللي هننزله من اسفل الفيديو ان شاء الله. في البداية هنعرض المشكلة اللي قابلتنا في الجهاز قبل عمل السوفت وير. اول حاجة بنعملها بندخل على صفحة الريكفري عن طريق زر الباور وزر الهوم وزر رفع الصوت، التلات زراير مع بعض ضغطة مطولة. اول ما يظهر شعار سامسونج بنرفع ايدينا من على زر الباور وبنفضل ضاغطين على باقي الزراير. بتفتح لنا الصفحة اللي قدامنا في الفيديو، بنشيل ايدينا من على باقي الزراير وبنستنى لحظات. الصفحة اللي موجودة قدامنا صفحة الريكفري، البيانات اللي فوق اللي متوجه لها السهم دلوقتي بيانات ملف السوفت وير اللي هنحمله من أسفل الفيديو، البيانات اللي تحت اللي متحددة بالأخضر بيانات السوفت وير اللي موجودة على الجهاز. هنلاحظ تشابه في جزء كبير جدا من بيانات السوفت وير من أول موديل الجهاز J730F لحد التوجه اللي هو XW. في اختلاف بسيط اللي هو S3 و U1، ده المعروف بإصدار الحماية. إصدار الحماية اللي موجود على الجهاز أقل، وعلشان يقبل سوفت وير من غير أي مشاكل يا إما يكون نفس الرقم اللي هو 1، يا إما يكون رقم أعلى منه اللي هو 3 في السوفت وير اللي احنا هننزله من أسفل الفيديو. طيب لو لقيت إصدار الحماية اللي موجود على الجهاز 4، السوفت وير اسفل الفيديو مش هينفع على جهازك. تقدر تسيب تعليق اسفل الفيديو او تكلمنا على طرق التواصل اللي هتلاقيها بردك اسفل الفيديو، وهنبعت لك السوفت وير المناسب. طب هل في فرق ما بين الاس واليو؟ بعض المختصين بيقولوا ان الاس النظام الاكثر استقرارا من اليو. الحماية الاس نظام اكثر استقرارا من الحماية اليو. احنا في بسيط مش متأكدين من المعلومة دي، ياريت لو حد عنده اي معلومة يسيبها في تعليقات اسفل الفيديو. طب هل الاختلاف ده هيدور بالجهاز سواء السوفت وير كان يو او اس؟ لا، مفيش اي حروف مختلفة في اصدار الحماية هتدور بالجهاز. الجهاز هيقبل السوفت وير بدون اي مشكلة. اهم حاجة اصدار الحماية اللي انت هتنزله ما يكونش اقل من اصدار الحماية اللي موجود على الجهاز. يا رب اكون قدرت اوصل المعلومة. كده احنا عرفنا بيانات الفلاشة اللي موجودة على الجهاز، وكمان عرفنا بيانات الفلاشة اللي موجودة اسفل الفيديو. هنقفل الجهاز خالص عن طريق الذهاب إلى آخر الاختيار في صفحة الريكفري باور اوف، والضغط على الاختيار ده بزر الباور، الجهاز هيقفل خالص. ندخل على صفحة الداونلود عن طريق زر الباور وزر الهوم وزر خفض الصوت، بنضغط على التلاتة مع بعض ضغطة مطولة. بتظهر لنا الصفحة اللي قدامنا، بنضغط على زر رفع الصوت ضغطة واحدة علشان ندخل على صفحة الداونلود. كده الجهاز جاهز للسوفت وير. طبعا السوفت وير موجود عندي على الجهاز، رابط تحميل السوفت وير هتلاقوه اسفل الفيديو. بعد تحميل السوفت وير وفك الضغط عنه هنلاقي 5 ملفات، بنستخدم منهم الاربعة اللي فوق بس. بنفتح برنامج الاودن، بنضغط على أول خانة، خانة الـ BL، وبعدين بنروح لمجلد السوفت وير. هنلاقي ملف أوله اختصار BL، بنضغط عليه مرتين، وبعدين بنضغط على خانة الـ AB. هنلاقي أكبر ملف فوق أوله AB، بنضغط عليه مرتين وبنستنى لحظات.
وبعدين بنضغط على خانة السي بي وبنختار الملف الأوله سي بي، وبعدين بنضغط على خانة سي اس سي وبنختار الملف الأوله سي اس سي، وبعدين بنوصل الجهاز بالكمبيوتر عن طريق كابل اليو اس بي، ولازم يكون كابل داعم لنقل البيانات. بعد توصيل الكابل مباشرة هيظهر لنا إشعار من الجهاز إن في جهاز جديد بنحاول نتعرف عليه. طبعا أنا مثبت برنامج بيعرف لي أغلب أجهزة السامسونج، وهتلاقوا رابط تحميله أسفل الفيديو. بعد نجاح التعريفات بتظهر الخانة الأولى في برنامج الأودن بالشكل اللي قدامنا في الفيديو ده كده. الكمبيوتر متعرف على الجهاز والبرنامج أريو، مفيش أي مشكلة. بنضغط على كلمة ستارت، برنامج الأودن هيبدأ يمرر الفلاشة أو السوفت وير للجهاز. بنستنى لحد ما يخلص خالص. بعد ما البرنامج يمرر السوفت وير للهاتف بنجاح، بيعمل إعادة تشغيل تلقائيا بدون أي تدخل منك.
تم حل مشكلة إعادة التشغيل أو إيقاف تشغيل الهاتف بعد إشعار سامسونج، ودي كانت أول مشكلة في الجهاز. المشكلة التانية اللي قابلتنا عملية تخطي حساب جوجل للجهاز. إن شاء الله هنعمل تخطي حساب جوجل للجهاز في فيديو تاني علشان الفيديو ده ما يطولش عليكم. رابط فيديو تخطي حساب جوجل لنفس الجهاز هتلاقوه برضك أسفل الفيديو. يا رب أكون قدرت أوصل معلومة مفيدة، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. أي استفسار أي مشكلة طرق التواصل أسفل الفيديو.